غادي نديرو التتمه ديالنا ديال هاد الصفحه، بقاو لينا واحد جوج ديال لي زيكزارسيس هما طوالين شي شويه، داكشي علاش خليتهم بوحديتهم. وديما في الدرس ديالنا اللي هو سيميتريك اكسيال، وغادي نمشيو نصاوبو لي زيكزارسيس ديالنا. تبعوا معنا مزيان لا دي عليكم، ما تنساوش ديروا لنا لايك تحفيز القناه، راه انا كنأسيستي ليكم كنأكد. ديروا لي لايك، ديروا لي لايك، يلا نمشيو نديرو التمرين. إذا ليكزارسيس 12 سي إي أن سيركل دو سونتر أو إي دو غيون 4 سنتيمتر إي إي إف أن ديامتر دو سي. إذا قالنا سي هو واحد الدائرة المركز ديالها أو والشعاع ديالها 4 سنتيمتر، وعندنا القطعة اللي هي إي إف قالوا لنا هي الديامتر يعني القطر ديال هاد الدائرة. قالك لا بيربونديكولار أو إف يعني العمود على هاد المستقيم باسون بار أو، في 12 من أو كيقطع علينا السيركل ديالنا فاش ا اب كيقطع علينا قطع واحد جوج نقاط اللي هما ا اب. اول سؤال هو فيغ لو تيغ، غادي نرسمو الشكل. اذا قالوا لنا الدائره واحد الدائره سي اللي الشعاع ديالها شحال 4 سنتيم. اذا سيدي غادي نحددو بعدا النقطه ديالنا الاو اللي هنا، ها هي هذه هي النقطه او، غناخذو 4 سنتيمتر بالمسطره، 4 سنتيمتر نحيدو المسطره ديالنا ونرسمو الدائرة ديال النص. إذا هذه هي الدائرة سي، و هادو بي كا، وقالوا لنا بأن الأو إف هي إيش القطر. حنا ديما القطر كنعرفو كيدوز من المركز وكيقطع الدائرة في نقطة و، إذا ها هو القطر غادي نرسمو اللي هو كيدوز من المركز وكيقطع الدائرة في نقطتين اللي هما أ و ب. إذا القطر ديالو غادي نسميوه إف. فوالا، إذا حنا رسمنا الدائرة اللي شعاع ديالها 4 سنتيمتر والقطر ديالها إف. دابا في التمرين قالوا لي لا بيربونديكولار على الأو إف، غادي نرسمو والباس فقط العمودي عليه كيقطع علينا الدائرة في نقطات. غادي نجيو وغادي نرسمو العمودي، يعني غادي نشد الكوس ديالي وغادي نرسم العمودي على أو. مال من أو كيقطع علي الدائرة جوج ديال النقط، هو كيقطع لنا الدائرة فين؟ كيقطعو في أ وكيقطعو في بي. فوالا كيما رسمنا، إذا عمودي على الأو إف والمار من نقطة أو كيقطع الدائرة في جوج ديال النقط اللي هما أ و بي. إذا السؤال الثاني ديالنا هو مونطخي كو بي إلو سيميتريك أ بارابور أو إف، خاصنا نبينو بأن البي هي سيميتريك ديال أ بالنسبة للمستقيم أو. الا بغينا نبينو بان هي سيميتريك ديالها، يكفينا اننا نبينو راه هو باينه باين ولا مبينش، بمعنى المستقيم كما مركز دائره يعني، والنقطه ا و ب كينتميو للدائره يعني هما شنو عندهم نفس المسافه ما بين او ا كتساوي او بي. وهنا غادي نقول بان راه هذه سيميتريك هذا بارابول هذا، حيت هذا عمودي على المعطيات غادي اللي قلنا ما نكتبوش. إذا انطلاقا من الشكل ديالنا شنو كنلاحظ؟ قلنا بأن الأو إف راه هو لو ديامتر يعني القطر ديال الدائرة. شنو كنقولو؟ قطر الدائرة يعني هاد المسافة قدها قد هاد المسافة، مزيان واضح. وقلنا بما أن الأو بي عمودي على الأو إف والأو بي كينتميو للدائرة، يعني هاد المسافة هادي من هنا كتساوي هاد المسافة، يعني المسافة كاملين يعني من أو أ والأو أو والأو إف والأو بي متساوي. هذا دليل على انه غيبين لي بان الاف هي سيميتريك ديال او بارابور ديال او بارابور او، والا هي سيميتريك او البي هي سيميتريك ديال ا بارابور او نفس النقطه. واي نقطه كتنتمي للدائره وكتمر من المركز الا راه عندها مقابله ديالها سيميتريك ديالها من جهه اخرى وخاصها تكون كتنتمي للدائره. هادشي اللي قلنا دابا غادي نكتبوه حسب المعطيات اللي عندنا. اذا قلنا ان عندنا بأن الأب بي مالو عمودي على الأو إف، وهذا الأب بي عمودي ها هو كيشكل مع زاوية قائمة، إي باس باقو وكيمر من نقطة أو، ألو يعني مسافات أو أ زائد أو بي زائد دادي، مازال ما تدلكمش هنايا أو بي كينتمي للدائرة، فوالا، ولي بوان عندنا أو بي سون أبارتيان أو سيركل سي كينتميو للدائرة سي، اللي هما هادو ها هي أ وها هي بي كينتميو للدائرة. الو بان المسافات كاملين كيكونوا قلنا متقايسين، دونك بي اي لو سيميتريك دو ا بارابور ا.
اذا السؤال الثالث كونستخويق ام شؤون نقطه ام لو سيميتريك دو او بارابور على دروات بي اف اذا ونحسب من بعد نحسبوا البي اف بي اف غادي نمشيو نحددوا البي اف نجيبوا المسطره باش نحددوا المحور التماثل اللي قالوا لنا هو البي اف اذا ها هو البي البوان وهو اف وغادي نحددوا المحور التماثل ديال ها هو غادي نرسموه اللي هو البي اف هذا هو المحور التماثل الجديد دابا المطلوب مني انني نرسم السيميتريك ديال او بارابول لهذا المحور باش نرسم السيميتريك ديال يمكن ندير البيربونديكولار يعني العمودي على المحور المر من نقطة هادشي راه قلنا وعاود قلنا وعاود قلنا راه ماشي فوالا حنا رسمنا مزيان ثاني حاجة كنشدو البركار وكناخدو المسافة ما بين النقطة والتقاطع مع المحور وكنديروها من ديفا اخرى باش نحددو النقطة المماثلة ديالنا اللي كنقلبو عليها هنا لقينا حيدو البركار ورسموها وحنا حددنا النقطة M ديالنا فوالا اذا الشكل ديالنا هو هذا ركزوا معايا مزيان هنا باش نفهموا كيفاش نحسبوا كالكول ديال البي ام البي ام اوتوماتيكمون كتساوي لنا الاو اف اوتوماتيك كتساويها حنا غادي نشرحوا هنا درنا بان عندنا او اف كتساوي لنا او بي على حسب السؤال الاولاني علاش قلنا بان هي الشعاع او بي كتساوي لنا الاو فوالا وعندنا بان الام هي سيميتريك ديال او بارابور هاد البي اف يعني عندنا الاو ام مالو عمودي على البي اف كيشكل مع واحد الزاويه قائمه يعني المسافه اللي عندي ما بين هاد النقطه ديال التقاطع مع هادي متساوي صافي حيت هادي سيميتريك يعني هاد المسافه من هنا لهنا هي اللي من هنا لهنا صافي مزيان فوالا دابا بات لكم هنا شنو غادي نكتبو غنكتبو اون شنو عندنا عندنا بان البي اف عمودي على الاو اف هادي اول حاجه ثاني حاجه عندنا الاو اف كتساوي الاو ام دونك هاد الاو ام هو الميدياتريس ديال سيغمون بي اف ناس يعني لقينا بانه هو الميدياتريس ديال سيغمون غادي نستنتجو اوتوماتيك بان المسافه البي ام كتساوي المسافه ياش الاو ام الاو بي هاد المسافه هادي اللي من هنا لهنا كتساوي هاد المسافه اللي من هنا لهنا حيت هادي هي هادي وهادي هي وغنستنتجو بان البي ام كتساوي لينا 4 سنتيم مزيان هادشي اللي غادي نكتب لكم اذا غادي نكتبو قلنا اون عندنا الاو ام هذا الاو ام مالو عمودي بيربونديكولار على البي اف عمودي على البي اف والام لو سيميتريك ديال او بارابور على دروات بي اف مزيان هادشي في المعطيات وعندنا عاوتاني في المعطيات لقينا بان الاو بي كتساوي لينا او اف هادشي لقيناه في التمرين السؤال اللي قبل من هذا الو قلنا بان الاو اف هو لا ميدياتريس ديال سيغمون ديالنا عندنا هذه المسافه كتساوي هذه المسافه اذا هو الميدياتريس دونك عندنا المسافه او اف كتساوي او بي كتساوي لينا او كتساوي البي ام كتساوي لينا الاف ام هذه المسافات كلهم متساويين وكيساوي لنا شحال لو غيون هو الشعاع ديال الدائره اللي هو 4 سنتيم اذا في لا كيسيون 4 قلنا ديتيرميني اي كونستخويغ سي بريم سيميتريك دو سي بارابور على دروات بي اف اذا هنا ديتيرميني غادي نحددو المعطيات ديال هذيك الدائره من بعد غادي نمشيو نشوفوها شنو غادي نكتبو على حسب المعطيات اللي عندي دونك غادي نقولو قلنا بان ام هي لو سيميتريك دو او بارابور على دروات بي اف هادشي شفناه في السؤال اللي قلنا هذا وشفنا بان الاو بي كتساوي لنا الام بي وقيناها كتساوي لنا 4 سنتيمتر دونك الوغ الام بي اللي كيساوي 4 سنتيمتر اي لو غايون دو سيركل سي بريم دو سونتر ام اذا هذيك الدائره اللي غادي نرسمو سي بريم السونتر ديالها هو ام والشعاع ديالها 4 سنتيمتر دابا غنمشيو للشكل ديالنا باش نرسموها غنجيب الشكل هنا وغنرسمو الدائره اللي الشعاع ديالها 4 سنتيمتر يعني قلنا بان بي ام كتساوي لينا الاو بي فوالا غناخدو قطعه او بي وغادي نجيو لهنا لعند ام باش نرسمو الدائره وهذه هي الدائره سي بريم المماثله ديال الدائره سي بالنسبه للمحور اللي هو بي دير ما تنسانيش واحد لايك تحفيزي وتابونا معنا في لاشين وتبارطاجي
الفيديوهات مع الاصدقاء ديالك. اذا اكزرسيس نيميرو 13 او اف جي اي ان تريانجل تيل، اذا هو مثلث بحيث عطاونا المعطيات اف جي الزاويه او كتساوي 60 درجه، الاو اف كتساوي 5 سنتيمتر، والاو جي كتساوي 6 سنتيمتر. اول حاجه كونستروي ا سيميتريك دو اف بارابور ا لا دروات او جي، كونستروي بي لو سيميتريك دو جي بارابور ا لا دروات او اف، ديمونتري كو لي بوين ا بي سي سون الين. اذا غادي نمشيو بعدا نرسمو المثلث ديالنا هو الاول، غادي ناخذ المسطره ديالنا وغادي نرسمو المثلث هو الاول. قالوا لينا المسافه في الاول او او اف 5 سنتيمتر، اذا غادي نجيو نرسمو او اف هي الاولى 5 سنتيمتر، ها هي 5 سنتيمتر. الزاويه عطاوها لينا 60 درجه، غادي نجيبو المنقاله ديالنا هنا وغادي نرسمو الزاويه 60 درجه، صفر 10 20 40 بوانتي هنايا، فوالا حنا لقيناها الزاويه 60 درجه. والاو جي كتساوي 6 سنتيمتر، هنا باش نتراسي الزاويه خاصني نتراسي الاو جي فيها 6 سنتيمتر من هنا، واو جي فيها 6 سنتيمتر. غادي نجي دابا غادي نتراسي 6 سنتيمتر، فوالا اذا هذا هو المثلث ديالي، ونربط النقاط المتبقية. مازال اذا انا حصلت على المثلث ديالي، قال لي غير ندير ليه التسمية ديالو. اذا هذا هو المثلث ديالنا. دابا غادي نرسمو ا سيميتريك ديال اف بالنسبة لأو. اذا اش غنديرو؟ خصنا نطولو باش الأدروات ديالنا اللي هي سيميتريك، خصنا نطولو فيه هاد اللاكس هذا، خاصنا نطولوه شي شويه، فوالا نحاول نطولوه فوالا باش نحصلو على النقطة ديالنا. قالك بأنه سيميتريك، حنا دايما نبدا نقراو السؤال مزيان. قالك كونستخوي ا لو سيميتريك دو اف بارابور ا لا دروات، على المستقيم اللي هو اج. اش غادي نديرو حنايا؟ غادي نجيو وغادي نجيبو الكورس ديالنا وغنديرو قلنا العمودي على المستقيم ديالنا اللي هو او جي، والمار من النقطه اف. نحددو المستقيم وهاكا، مستقيم المار من هاد اف والعمودي، ومن موراها غادي نشدو البركار باش نحددو النقطه ديالنا المماثله. نجيبو البركار ونديرو النقطه المماثله، ندورو على هاد جي باش يسهل لينا، أو على حساب الفتحة، وناخدوها من تيك فقا باش نحطو النقطة، وهاهي النقطة قا حددناها. مازال السؤال الأول صابنا، السؤال الثاني دابا بي سيميتريك ديال جي بارابور أو إف، أو إف دابا غنجيبو المثلث وغنديرو العمود على الأو إف والمار من جي. العمودي على الاو اف والمار من النقطة جي، مازال ها هو العمودي على الاو اف والمار من النقطة جي. طيب غادي ناخدو البركار ديالنا باش نحددو المسافة ما بين التقاطع ديال المحور تماتو اللي هو اللي هو لاكس سيميتريك مع لو بوان ديالنا، ونديروه من ضفة أخرى باش نحددو المماثلة لو سيميتريك. برافو الله يعطيكم الصحة، كونفتل هنايا راه واضحة، وهذه هي لو بوان ديالنا لبي. مازال دابا حنا حددنا لبي، حددنا غنمشيو دابا نشوف السؤال شنو كيقول لينا. جاوبنا على السؤال الأول، جاوبنا على السؤال الثاني، دابا بغيت ديمونتخي كو لي بوان أ بي أ بي أو سون ألين، غنبينو بأن النقاط بأنهم ألين، يعني خاصنا نبينو هاد النقاط هادو اللي قالوا لينا بأنهم ألين، يعني نبين لكم بأنهم هنا ألين، غادي نرسموهم يعني نلاقيهم، غيبانو بأنهم ألين. شوف انا غادي نرسم خط، اذا هما راه كينتميو لنفس المستقيم، يعني راه أليني، ولكن خاصنا نبينو. ها نشوف، اذا الشكل عندنا راهم أليني، يعني كينتميو لنفس المستقيم، ولكن خاصكم تبينوا هادشي علاش كينتميو لنفس المستقيم. فوالا باش نبينو هادشي شوفوا مزيان شنو غادي نقول. حنا غادي نقولوا بان البي هي سيميتريك ديال جي بارابور او اش، يعني المسافه ما بين او
و جي كتساوي لينا المسافة ما بين او و بي. اذا هاد المسافات متقيسة. حنا لقينا الحل الاول. علاش؟ لان هاد المسافة قد هاد المسافة 40، لان هادي سيميتريك ديالها. بنفس الطريقة غادي نعبرو، عندنا الا هي سيميتريك الاف، يعني هاد المسافة من هنا لهنا قد قد، والمسافة ما بين او و اف كتساوي المسافة ما بين او و ا. مزيان، احنا لقينا بان هاد المسافة كتساوي هاد المسافة. احنا دابا لقينا دلنا بان البي غتولي عندنا بان البي و الاو قطعة، وعندنا الاو ا قطعة. اذا الاو كتنتمي لاش لهداك لادروات اللي هو الابي. اذا بما ان او كتنتمي لابي، دونك راه النقط الثلاثة ديالهم مستقيمين. هادشي اللي غادي بون كنكتبو، قلنا ان بان بي هي سيميتريك ديال جي بارابور او، سيتادير يعني كتعطينا ان المسافة بين اللي كنسميوها بين طرفي القطعة، هاد القطعة هادي المسافة اللي كتكون بين طرفي القطعة اللي هي هادي كيكونو متقايسين. هادشي اللي كتبناه. علاش؟ لان هاد او جي راه كيتعتبر هو الميديال قيس ديال هاد القطعة. وعندنا ا هو السيميتريك كذلك ديال اف بالنسبة لهاد المستقيم، يعني المسافة ما بين او اف كتساوي لنا المسافة ما بين او جي. ومن الاول والثاني غادي نستنتجو ان لو بوان او مالو ابارتيان لا دروات اللي كيمر ما بين ا و بي، كينتمي ليه. علاش؟ حيت عندنا هنايا او وعندنا هنايا او، اذا كينتمي ليهم جوج مستقيم، كينتمي لمستقيم ا. دونك لي بوان ا بي سي كنقولو بانهم راهم مستقيم. اذا حتى لهنا كيسالي القضية هنا، كنتمنى ان الثمانين كانوا في المتناول. ما تنساش انك دير لي ابوني وتفعل لي الجرس وتلايك تحفيزي القناة. خليكم على خير، السلام عليكم.